هي العبارة هذه حلوة بزاف، لأن علاش كتقول الإنسان كيحب ماشي معيد الحب، واعد الحب، زعما كان بغي شي وحدة ولا كان سطع شي وحدة، لا لا، الحب هو حب السلم وحب الخير لأي بشر في الدنيا، هذا هو ده معادي الحب، من الحب ديال الناس العادية ما عندهم غرض، كنحب واحد السيدة ولا كنحب واحد، لا، كما تحب لنفسك أحب للغير. أنا حب الأول حنا في الصورة فهمتي، وكان على احترام وعلى وقار وبنت عائلة طيبة ويعني فهمتي، ولكن ما كتبش نتزوج وما ما السبب ربي ما يعني ما ما ديكشي كتبش أرضاك. أرجع تماما، هذاك هو حبي الأول. السيدة من أطيب خلق الله، دابا هي مديرة ديال الثانوية في مراكش وعندها أولاد ديال تبارك الله، والعلاقة باقية من هذاك الوقت اليوم من هذا علاقة شحال ديال الوقت قريبة. شحال زعما؟ أوووو 40 عام كانت واحد العلاقة على حب، ماشي على طمع ولا على كتب ولا سينما ولا، لا أبدا، الحب عذري. تمام، داك الشيء غريب كان. ومن جملة شي نهار بغات تزوج، جا واحد ولد خالتها كيخطبها، جات عندي انا الاول، قالت لي هاك لكن بغيت نعرض ولكن انت موجود؟ قلت لها ما موجودش، اذا كان ولد خالتك الله يكرم بك، كان شي واحد براني انا ما نخليكش تزوجيش معاه، ولد خالتك مازال غادي يعرف العلاقه العائليه، هي عندها مع 18 عام وانا عندي 19 ولا 20 عام، شي باقي انا باقي صغار الصوره، ما القوبله اللي كنقبلها مثلا في الخد ديالها ماشي حتى في فمها، كنت كنحسب لها شحال ديال الحسابات قسما بالله، لا ماشي منها هي، مني انا كنحترمها، ما كانش بسالات نهائيا، بنت عائله طيبه ومحترمه الى اخره، ما يخصنيش يعني فوق نتحدد الخط الاحمر حشومه، يمكن ان كل الاصائل يمكن تصدق القضيه، انت وزهرك ذاق الاحترام، اللهم خير دابا ذاق الاحترام انا وياها، والمدرسه والمكان والعائلات، كان حنا الصوره كنحطوا بعضياتنا، دير مثلا فلان ساكن فيه فلان وفلان 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 انت وانت غادي، كل الصوره كان شي كيعرف شي. تقدر تذكر لي اكثر حاجه كنتي كتبغيها فيها؟ كنبغيها في كل شيء، يعني في ذكائها والرزانه ديالها الغريبه جدا، الرزانه يعني شيء خيالي بصراحة، يعني والله العظيم مزت عليك، يعني أنا بالأسف ما كان يلفتها إليك؟ ضحكتها الجميلة البريئة وكيف البراءة، ديك البراءة كيفاش لا تزندق لا مولب، يعني حنا كنقول لك جو كونترول، أنا كنت كنراقبها من بعيد، كنشوف حتى الخطوات ديالها كنبعد ونتبعها من اللور، وما كتشوفنيش نهائي، أنت كتدخل لدارهم ياك أسيدي، كنتي كتغني ليها كنتي إذا كنا كنت كنغني، ولكن ما كنتش كنغني كمشهور، وكنا في المناسبة ديال عيد العرس ووعي الشباب، الاحتفال ديال عيد العرس ديال الحسن الثاني الله يرحمه مثلا، كنطلع كنجمعوا المدرسة كلنا، وهي معنا في القسم، ماشي معنا في القسم، كنت هي كتحضر، ورغم هادشي كله أنك أنا كنت كنغني في المدرسة وهي حاضرة، كتكون حاضرة والعيني للأرض، ما كاينش ديك الضحكة وتفرمس ليك وتقول لك أنا جو سوي امو راه كنموت عليك ولا امبوسيبل، داك الشيء ما كاينش نهائي الحاجه. عمرك غنيتي لها استاذ؟ واحد ملي كنت لا شي ديال الامدح النبوي صافي، لا ما غنيتيش لها شي زعما شي مقاطع ديال ام كلثوم ولا ديال عبد الحليم؟ لا والو 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 والو، هذه كنغني لها الامدح النبويه، ملي كنا صغار ديك الساعه كنا يعني مع الوليد الله يرحمه ومع الاخوان، حنا عائله ديال المديح والسماع، انت كلنا كنت كنغني لها شي الافداح وكيعجبها بها الحال. ما كانش في رسائل داكشي ديال المخطوطات رسائل؟ كاينو هادشي حتى انتقد كاع الدار بيضاء ما بقاش الصوره، انت داكشي اللي كتبات لي ما يتصورش، انت كلشي عند الله سبحانه وتعالى، الحال نقول المغاربه الله يحفظهم جميعا، وهاد كلمه حب انا قلتها لك في الاول، يعني بمعنى انسان يحب الخير للجميع، الحب هو يحب الخير، كانت حبيبه اخت ام وكيما بغى يكون، كان الله يرضى عليك، هذا عيد الحب، نحب الخير للجميع، حتى الحيوان نحبه، ذاك الحيوان اللي في الزنقه اللي كيقتلوا مثلا الناس، ما نقتلوش انا هذا، حتى هو نحبه ونحب البشر كله في الدنيا، ماشي غير في المغرب ولا في الدنيا، نحب الخير للبشر،
البشر خلقوا الله، والبشر عنده الهمة ديالو، عنده القيمة ديالو. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.